بص مفاجأة، لقيت الشيخ بتاع الأزهر قال لي بص أنت تكلم مراتك عشان ما بقاش حرام عليك. يعني كلمت مراتي ونزلت خدت مراتي، فأخشنهم فهم لو بصرون فعلا. نزل المنصورة ونزل لوحدي واتكلمت، لقيت مراتي مستنياني خدتها ومشيت. أترني البلد كلها ماشية ورا مراتي، كله عيلتي وأهلها والدنيا كلها ماشية وراها، وفعلا ربنا هو اللي مصر كل حاجة أصلا. ماشي وخدتها ومشيت، واحنا ماشيين بقى وراكبين وماشيين قعدت احكي لها والكلام ده. فهي مراته مفكره ان انا متجوز واحده تانية او ماشي مع واحده تانية والكلام ده. دي كان كل ايه الكلام اللي هو متقال بقى في البلد، وبقى ان انا متجوز بقى وقاعد انا وعيالي بقى مع واحده والكلام ده. قلت لها انا مش هتكلم، انت تيجي تسال العيال. خدتها وجيت بصت العيال والكلام ده، وقعدت في وسط عيالها وبتاع. ايه يا بنتي؟ قالت لي مش عايزه اسلم. يا بنتي؟ قالت لي لا مش عايزه اسلم. هنروح فين ونيجي منين والكلام ده، واسيب بيتي واسيب حاجتي والكلام ده ونمشي؟ لا. قلت لها والله عوض ربنا حلو. قالت لي لا مش هينفع اسيب حاجتي خالص. من هنا لهنا كلمت الناس قلب المسجد، طب هاتولنا اي حد والكلام ده يجي يكلمها بتاع، حاول يكلمها بالقران حتى هتفهم. المهم جبنا واحده، راحت جابت واحدة صاحبتها، وقاموا جايين قاعدين معاها في قلبي اتكلموها بالقرآن والكلام ده. ما تتخيلوش بقى ايه اللي حصل. يعني الحاجة الوحيدة بقى اللي النفر بقى فعلا ما عند ربنا، ربنا هو اللي بيدبر كل حاجة. قوم قاعدة مع الناس دي، جت قعدت في البيت وقعدوا مع الجماعة بتوعي يكلموها شوية، يقولوا لها شوية من الصورة دلوقتي، لا شوية من الصورة دلوقتي. تلت صورة هم قالوها لي، كانت هي واقفة الوحيدة وإلى الشهادة. طب ما كانت الاول ما كانتش موافقه ان هي قاعده تسلم، دلوقتي وافقت ليه؟ لان ربنا رايد كده الحمد لله. يعني هل الناس اللي هم جابوهم دول هم اللي ضغطوا عليها، ولا ربنا اللي عايز كده؟ ربنا هو اللي رايد لها الخير اصلا، والحمد لله رايد لنا الخير احنا كمان، لان فعلا الاسلام ده نعمه. واي حد يقول على الاسلام ان هو مش نعمه فهو كافر. الكفر مش مسلم ومسيحي ويهودي، لا، الكفر ان النفر يقول ان الاسلام ده مش نعمه. الاسلام دوت ربنا بعته للبني ادم نعمه فعلا، لان احنا غلابه، البني ادمين كلهم غلابه، البشر كله غلبان، محدش حمل الاخر ولا حمل النار بتاعت الاخر. فعلا ربنا بعتنا الاسلام ده نعمه من عنده عشان يهدينا بيه وعشان نطلع من اللي احنا جواه. فاحنا نقول للناس ايه؟ الناس البني ادم مننا شفته بدبانه، الدبانه دهيت اهو انت اقل من الدبانه دي. شوف بقى لما تبقى دبانه كده قذره قذره، يعني البني ادم زي الدبانه القذره دهيت، ما بالك بقى احنا كده هفوه من عند ربنا كلنا الموت. ليه ما نعملش ان احنا للاخره؟ ليه البني ادمين دول ممكن اقول لك احنا ما فيش احلى اغلب مننا؟ ليه ما ربنا بعت لنا مصحف فيه كل حاجه، فيه جميع كل حاجه، فيه كل حاجه موجوده في الدنيا، فيه الايام اللي فاتت والايام اللي جايه كمان، ليه احنا ما نعيشهاش؟ ليه؟ ده كلام ربنا، عارفين يعني ايه كلام بتاع ربنا؟ ربنا منزله، مش هنقول بقى يهودي ومسيحي ومسلم، لا ده دي الديانه بتاعت ربنا. ما تعرفوا كتاب ربنا، اي حد يقرا كتاب ربنا دوت لازم يبقى مسلم، ده لازم، دي يعني حاجة من جوايا يعني، ده انا بقولها للناس. ليه ما تبقوش مسلمين؟ اقروا كتاب ربنا، كتاب ربنا ما نزلش فيه اليهودي والنصراني والمسلم، كتاب ربنا نزل للناس كلها، نزل للعالم كله. المصحف مش نزل للمسلمين بس، المصحف نزل للعالم. اولا لما كنت بقرا في المصحف انا كنت مسيحي، هو النفر يقول لابوه انت كنت مسيحي ولا كنت مسلم؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العقل تفتكروا العقل عمل ايه لربنا؟ هو ربنا من فراغ العقل دوت خيرنا بيه عن الناس كلها عشان العقل دي بيفهم، ولازم عشان النفر بيفهم ويقرا المصحف يفهم كل حاجه. فاي حد اقرا المصحف ده فعلا المصحف فيه حاجات جميله. وبعدين مش بيقول لك اسلم، المصحف اللي بيقول لك اسلم، الكلام اللي فيه بتاع ربنا هو اللي بيقول لك اسلم، لان مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي ونصراني، احنا كلنا ولاد حواء وادم.
هو يعني النفر لما يبقى مسيحي يبقى في فرق بينه وبين المسلم، دي ابن كذا ودي ابن كذا؟ لا والله، ده هما الاثنين واحد، المسلم والمسيحي واليهودي والكافر كلهم ولاد اب وام واحده. فالكتاب متاع ربنا نازل لجميع الاديان، مش نازل لا للمسيحيين ولا للمسلمين ولا اليهود، نازل للناس البشر الموجودين في العالم كله. فانا ما كنتش مصدق نفسي اللي انا اجي في يوم واسلم فيه، والحمد لله وربنا خيرني وشفت ناس، والحمد لله ربنا بعت لي ناس، وفعلا في ربنا في لا نفر لو مشي تحت طاعه عمره ما فضل ابدا، عمره ما فضل. انا جيت وعملت ده كله والحمد لله. انا يعني ممكن انا اموت دلوقتي، مين اللي اقف جنب عيالي؟ فانا مش بعمل كده، انا مش محتاج اي حاجه من حد، انا اهم حاجه عيالي، اهم حاجه في الدنيا دول عيالي، مش محتاج فلوس من حد ولا عايز اي حاجه. احنا الحمد لله يعني نعمه وفضل من عند ربنا، ربنا بيرزقنا بالاكل قلت اليوم بيومه والحمد لله، والناس حابيننا والكلام ده، وناس واقفه جنب مننا كتير يعني الحمد لله. فانا كل اللي عايزه حاجه واحده بس، ان ربنا كبير، ربنا كبير قوي يعني الحمد لله. وجيت لما خدت الزفت بتاع ست مراته واسلمت والكلام ده، ما كنتش مصدق ان هي تسلم يعني. انا شوفوا اني جيت كنت عايز اسلم لوحدي، وما كنتش اخد معايا عيالي ولا مراتي، واكثر من مره فكرت ان انا اسلم، وجيت بفاجئ لقيت انا اسلمت ومراتي اسلمت وخدت العيال معايا كمان، ده كله من عند ربنا الحمد لله رضا. عاوز ايه تاني؟ اكل وشرب وسكن، ده كله ده يتعدل، ربنا يسهل، ربنا يسهل وتبقى عالي يعني الحمد لله. نفر لما يبص عياله جنب منه ومراته جنب منه بالدنيا كلها الحمد لله. انا بقى عندي 40 سنة دلوقتي، ممكن اموت دلوقتي وانا مستريح. ليه؟ لان استسخرت ربنا وعرفت ربنا، ربنا يغفر لي الايام اللي فاتت. يعني بندم لاني ما اسلمتش من زمان، والله بندم. ليه؟ لان انا عشت ليلة القدر ديت حاجة سبحان الله. ليلة القدر دي ولا صلاة التراويح ولا رمضان ولا الصيام، دنيا فعلا تانية. الاسلام ده حاجة كبيرة قوي، بس في ناس ما بتفهمش كده، في ناس عايزة تاكل وتشرب وخلاص، محدش بيفهم اي حاجة، هو اسلام واسلام وخلاص. انما دي الدنيا ديت فعلا الحياة ديت تجربة. شفت التجربة بتاعت البني ادم يخش المدرسة وينجح بيبقى عارف نصيبه، هي كذلك الدنيا تجربة، عارف ان انت داخل التجربة الدنيا ديت، يا تطلع منها يا جنة يا نار. فالبني ادم عايز نفسه ان هو يبقى احسن من كده، وفعلا الحمد لله. يعني انا كنت اصدق ان مراتي اسلم وجات من عند ربنا وطلعت مأمونة اكتر مني كمان، ولا ابني اللي كان بيصلي كنت اعرف ان ابني بيصلي ولا من عند ربنا؟ والحمد لله. وهي العيشه بتاعت المنصوره ولا بتاعت الصعيد ولا بتاعت مصر، هي مش عيشه واحده؟ الدين لله والوطن للجميع والحمد لله. الحمد لله يعني اوعى النعمه اللي فيها يعني الحمد لله.